السيد النائب محترم. هذا الموضوع موضوع استيلاء على عقارات الغير الآن نحن نوليه أهمية كبيرة، ولذلك وقد سبق لي الإعلان عن ذلك عقدنا اجتماعا مع كافة القطاعات المعنية وتم اتخاذ قرارات مهمة وهي عديدة سأذكر منها على سبيل المثال: حث المحافظين على الأملاك العقارية على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة، حث المحافظين على الأملاك العقارية على إدخال الطرف المعني بالعقار في أي دعوى ترمي إلى إلغاء قرارات متخذة بخصوص هذا الموضوع، تشجيع الملاك على سحب نظائر الرسوم العقارية المتعلقة بهم، وأقول هذه أرى وسيلة حاسمة في يعني دفع هذا العدوان على الملكية العقارية، هي سحب نظير الرسم العقاري. نظير الرسم العقاري اللي هو حق ديال المواطن أنه يأخذ من المحافظ العقارية ويحتفظ فيه في بيته أو في أي مكان آمن، هذا إذا تم هذا الإجراء يستحيل أن يكون هناك أي عمل من شأنه أن يغير يعني معالم المعطيات اللي هي كاينة في المحافظة العقارية. أيضا تدخل النيابة العامة في ملفات تدين العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات، حتى النيابة العامة على القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة، تنسيق بين العدول والمتقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابة العامة المختصة من أجل ضبط حالة تزوير في حالة الشك، النظر في إمكانية تعديل المادة الرابعة. شكراً سيد الوزير، انتهى الوقت.